لو انت خليتها كده وجيت تطبق باوندر كونديشن هتطبقه ازاي؟ ار ايكوال باوندر كونديشن ده بالظبط ده كده صح؟ المفروض الاي ده اللي هو في الحكايه ده ايه الباوندر كونديشن بتاع ار ايكوال؟ زيرو على الباقي. ايكوال تنجنشن اي ده ايكوال زيرو. فانت لو عملتها ساين اكس ساين واي هتقول اي بتساوي زيرو عند انهي اكس وعند انهي واي؟ اذا كانت الاكس والواي بيتغيروا على السيرفر صح؟ فهنا كده هتقول الباوند كونديشن بيتحقق عند الكونتور فاكن الحل مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى ليه كلوز فور خلاص؟ مش هيبقى ليه؟ مش هيبقى كلوز فور ممكن يبقى سيريز طويله خلاص كده؟ عشان كده هنا بنحل في الكارتيزيان انما هنا في السلندر كوردنس خلاص هنا كارتيزيان كوردنس انما هنا سلندر كوردنس خلاص؟ فالحل بيطلع في الفانكشن بدل في اكس واي وزد بدل في اكس واي وزد هنا ايه بقى؟ ار زيتا وزد خلاص بدل ما تكون جوه هنا كان في اتجاه اكس واي وزد كان في اتجاه ايه؟ يو ار يو سيتا ويو زد خلاص كده هتفرق حاجه انت كده ممكن تحول دول تحولهم لايه؟ لنفس الحاجه ليه عملت كده؟ عشان الباوندري كونديشن ده يبقى ايه؟ يبقى كانونيكال يعني ايه كانونيكال؟ يعني ينفع اقطع عنه الايكويشن اللي هي ايه؟ ار ايكوال ده كده السيرفيس ده ار ايكوال زيرو خلاص كده؟ طيب احنا كنا حلينا دي ازاي؟ قلنا اي وين في اي دنيا لازم تحقق ايه؟ ماكسيموم ايكويشن اللي هي الموت ايكويشن. طيب الموت ايكويشن دي كانت كام ايكويشن؟ كانوا 6 ايكويشن. قلنا هنحلهم كلهم؟ قلنا لا. ليه لا؟ عشان في كومبوننت ديبندنت على ايه؟ على الزد كومبوننت. فاحنا هنحل للزد بس. طب نحل للزد ازاي؟ هنعمل الديفرنشال ايكويشن اللي هي الفا سكوير بلس كي روت سكوير اي زد نفس الكلام اتش زد يبقى دي صح؟ دي معادله الفرنشال ايكويشن بس خلي بالك النقطه سكوير دي دلوقتي بتبقى قد ايه؟ دي باي اكس سكوير بلس دي باي دي واي سكوير بلس دي باي دي زد سكوير هتبقى كده؟ هتبقى ايه؟ هتجيبها في الايه؟ بالظبط هتجيبها في السلندر كول دي افكت في السلندر كول خلاص وبعدين بقى كنا عملنا ايه؟ كنا عملنا سيبريشن وفاريبل قلنا ان الالكتريك فيلد دي زد هتبقى فانكشن ار اوف ار يعني كلها سيبريتد في ار وكلها في سيتا وكلها في زد احنا عارفين اللي هي ايه زد؟ اي باور ماينس اي جي كي زد خلاص يعني الاي زد ده هخليه ار ار في زيتا او سيتا اي باور ماينس جي كي زد خلاص ونرجع نعوض ده ونقسم مش عارف على ايه ونخلي ده بيساوي ده هيطلع لك ان حل المعادله الجنرال سولوشن ان اي زد يساوي اي نو جي ام K C R E R sin M C I أو خلي M C R دي ما ماينس J A Z ويطلع حل Z H Z زائد H نو بر J M K C R sin M C Z يعني شكل الديستريبيوشن او شكل الفانكشن بتاعت الاي زي نفس الفانكشن بتاعت الايه؟ بتاعت الاتش غير في الريكتانجلر ويف جايد كانت ساين ساين والثانيه كوزاين كوزاين خلاص انما هنا تطلع نفس الحاجه خلاص طبعا ده اسمه ايه؟ ده اسمه هايبرد مود يعني ايه هايبرد مود؟ يعني في اي زد وفي ايه؟ اللي هي زد في نفس الوقت احنا هنقسمهم حاجتين ايه؟ اورثوجونال او حاجتين من سيمبلست فور اللي هم ايه؟ تي اي وايه؟ تي ام ايه ده؟ مفيش ايه موجود لا في هيبان دلوقتي لسه لما نطبق باوند كونديشن او نعرف كي سي ده بيساوي ايه؟ كي سي ده فانكشن في الام ولا لسه؟ لسه خلاص بس الام الام ظهر ايه؟ خلاص كده؟ طيب ده هنقسمه ايه بقى زي ما قلنا؟ دي اي دي مين اللي تي؟
being refused. He is a refuse. He is a refuse. To x is that? Let's have x root j m a c r sine explanation of what then is a dm and dm is a zero. That's that over the team. Is that over the event? خلاص كده؟ طيب فاضل كده ان احنا نعرف الكي سي بكام؟ خلاص؟ قبل كده كان الكي سي كان بيجي منين؟ كان الكي سي كان بيجي من تطبيق الباوندري كونديشن صح؟ فكان في الاكس كان لازم الكي اكس يبقى ايه؟ عامل اوبا يعني كان لازم يا اما يبقى ان ام واي اوفر ايه؟ وبالنسبه للفانكشن بتاعت الواي كانت لازم برضه تبقى عندك مالتيبلز اوفر او مالتيبلز بيريد هاف بيريد من ايه؟ ويزن من الزيرو بي فكان لازم تبقى كده كده او هكذا فكان لازم الكي واي يساوي ان واي اوفر بي خلاص وكان ده سكوير ده سكوير هو الايه؟ هو الكي سي طب هنا تفتكروا هيبقى فانكشن في ايه؟ هو مفيش غير ايه؟ ريت سكوير خلاص كده؟ طيب تعالوا نجيب ده كان جاي نتيجه تطبيق باوندري كونديشن يعني كنا بنفورس ان الاي هنا يبقى بزيرو وهنا يبقى بزيرو خلاص تعالوا بقى نشوف نفس الكلام في اي زد خلاص اي زد هنا فانكشن بتاعتها مع بعض بتساوي ايه؟ عارفين البيس فانكشن؟ البيس فانكشن ازاي؟ يعني مثلا J نود X عامله ازاي؟ بدأ ماكسيمم وعمالة كده كده؟ طب لو قلت J نود وفي كيس إكس عامله ازاي؟ أكني بعمل إيه؟ ستريتشنج للإيه؟ الكيرف أكنه بيكبر أو إيه؟ بينزل حسب الفاليو بتاعت الكيس إكس خلاص كده؟ طيب بالنسبة لـ G1 G1 of X بتبقى بادئة من 0 بتعمل كده G2 حاجة شبهها بس إيه؟ بتطلع وشكل الكيرف بيختلف خلاص كده؟ طيب تعالوا بقى نبص للستندنج للويف جايد تلاقي عاملة كده تعالوا مثلا نشوف إن إحنا لو بنغير من هنا لحد هنا يعني النقطة دي من R equal 0 لـ R equal إيه؟ R equal إيه؟ فهي لو كانت الفانكشن كانت الـ N equal 0 الان يكوال زيرو فكان الالكتريك فيلد هنا بقى ايه؟ ماكسيمم كل ما نتحرك كده يحصل بيهيف لايك كده بس بقى لازم القفله بتاعته تبقى فين؟ لازم القفله بتاعته هنا تبقى ايه؟ تبقى زيرو خلاص فممكن يبقى كده اللي هي الحته دي او ممكن يبقى ازاي؟ كده اللي هي الحته دي او ممكن يبقى ازاي؟ كده او ايه بقى؟ ان جنرال او الجنرال ايه بقى؟ لازم البيسك فانكشن لما احط ارك ايه لازم دي تبقى ايه؟ بزيرو يعني ايه بزيرو؟ يعني لازم الحاجه اللي جوه دي تبقى هي الزيرو بتاعت الايه؟ بتاعت البيسك فانكشن خلاص كده؟ فاهمين اقصد ايه ولا ايه؟ بس هو مش المفروض يتكفل ده اصلا عند الام ده عند الام ايكوال زيرو الحاجه بقى اللي بتحدد انا هختار قطه ولا قطتين ولا ثلاثه هي دي ايه؟ الام مش عند لو حطيت ام بواحد يبقى انا كده خدت زيرو واحد لو حطيت ان باثنين يبقى خدت 2 زيروز من البسل، حطيت ان بثلاثه خدت 3 زيروز من البسل، خلاص كده فهمت؟ خلاص ما يكوال زيرو اصلا ما فيش ايه لو ايه؟ عند الام يكوال زيرو اي بصفر. لا اي بصفر ايه؟ ساين ام سي. لا سوري دي نوين. هي كانت في الاصل كان جنرال سولوشن ساين بلس كوزاين فضمناهم في ساين واحده بلس فيس كونستنت وشلنا فيس كونستنت انها مش فارقه كده انها كده لو كده. خلاص انا ممكن اعملها ساين او كوزاين فحطيت لها كوزاين بس عشان هي الفانكشن بتبين بقى كوزاين خلاص سيبك من فيزا عشان ما نخبطوش دلوقتي خلاص كده فهي الام مش معنى انها بزيرو يعني انها اسم ده انها الفانكشن كلها بزيرو معناها ان مفيش ديستريبيوشن مع الايه؟ مع الثيتا او الفيلد ثابت مع الايه؟ مع الثيتا او في حاجه اسمها ازيموثال سيمتري ازيموثال سيمتري يعني ايه؟ يعني لو فضلت تلف 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 مش هتلاقي اي تقسيم يعني في سيمتري وانت بتلف جاي سيمتري خلاص كده؟ طيب تعالوا بقى نبص للفيلد ده. الفيلد ده مين اللي بيزيده؟ الاتش زد والتاني اي زد هو اللي بيزيده. فلما اجي اطلع بامب الكونديشن بتاع اي زد اللي بتطلع لنا ايه؟ لازم عشان يبقى زيرو لازم الكي سي اي ايكوالز ايه؟ ايكوالز الزيرو بتاع الايه؟ بتاع بس فانكشن. الزيرو ده انا هسميه اكس ام ان، يعني ايه اكس ام ان؟ يعني النقطه دي اسمها ايه كده؟ دي اكس زيرو ايه؟
1 عشان ده تبقى زي نوت واول ايه اول دي والنقطه دي اكس 0 2 اكس 0 3 وهكذا خلاص انما النقطه دي بالزيرو ده اكس 1 اكس 1 1 اكس 1 2 and so on خلاص فاحنا لازم الـ ACA يبقى ايكوال ايه الزيرو بتاع البيس فانكشن ام ام على الايه على الايه فالـ AC هنا ايكوال ايه اكس ام ام على الايه طيب تعالوا بقى دي مين اللي زيرو؟ اي زد زيرو اكس زد هو اللي موجود طب ايه الباك كونديشن بتاع الاكس زد؟ لازم على السيرفس لازم يبقى ايه؟ يبقى ماكسيمم خلاص كده؟ فبدل ما هنختار النقط دي هنختار ايه؟ النقط اللي هي السلوب فيها زيرو فدي اول نقطه دي ثاني نقطه دي ثالث نقطه وهكذا خلاص؟ النقطه دي اسمها ايه؟ اسمها اكس دي 1 بار يعني ايه بار؟ يعني النقطة اللي عندها الدريفتيف هو اللي ايه؟ بزيرو أو الإكس اللي بتخلي الدريفتيف بتاع البيسك فانكشن هو بزيرو فهي إن جنرال اسمها إكس إم إن بار فدي معناها الإكس اللي لما تحطها يخلي لك الدريفتيف بتاع جي إم إيكوال إيه؟ زيرو وعدد الزيرو ده رقم إم خلاص كده؟ فالكي سي هنا ببساطة إيكوال إيه؟ equals x m n bar over a خلاص يبقى الموضوع هنا بسيط جدا ان الـ AC بتبقى حاجه من الاثنين يا x m n على a يا x m n bar على a ايه حسب انت تي اي ولا تي ام اهو طب بالنسبه للـ K في قوانين ثابته قوانين ثابته اللي هي سواء ريكتانجلر او سلندر اللي هي ايه؟ الـ K equals root a نود سكويرد minus kz سكويرد بالنسبه لقانون اللندا هو هو اللندا دايم يكون لندا نون على روت واحد مع اف سي على اف على سكوير بالنسبه لقانون الزد دايم نفس القانون الزد دايم حاجه من الاثنين لو انت تي اي بتبقى ايه بتقسم على الروت لو انت تي ام تضرب في الروت فالحاجات دي ثابته ما بتتغيرش سواء انت ريكتانجل روت جايد او سلندر روت جايد لانها اكيد ما لهاش علاقه بالايه؟ بالشكل السوري خلاص كده لو اخدت تي اي بولاريزيشن تي اي ولا تي ام خلاص كده وليه معلش تي اي عشان انت عندك ايه اللي موجود؟ اكس زد هو اللي موجود. فانت عايز ان الاكس زد على السيرفس يبقى ايه؟ يبقى ماكسيمم. فلازم الدريفت بتاعه هو اللي يبقى زيرو. فكانك كتبت النقطه دي او دي او دي او دي. خلاص كده؟ طيب في تيبل انتوا بتاخدوه. تيبل. فاول مود يا 0 1 يا ايه؟ يا تي اي 0 1 يا تي ام
بتزيد الواي خلاص وبعد كده بتزيد هو ليه السين بتاع السين العادي جدا السين بتاع ليه؟ بتاع الام سين ليه اكس ان واي قبل الاكس ان ولا الواي فين ده؟ ده ولا اكس ان واي اه اكس ان اكس ان 1 مور ده اللي هو ده؟ اه ليه بعد الاكس ان 1 2.4 ده يعني؟ أولاً ده؟ هي الفانكشن دي عاملة عشان هو بيقابل الزيرو الأول ما تتوصل ليه الفانكشن دي التفاضل بيعمل التفاضل بتاعها بيعمل زيرو تتوصل يعني في هنا بعد الزيرو ده؟ عايز الزيرو بتاعك بس
فكأنك كنت عايز الزيرو بتاع بس اصلا بس دي في فانكشن يعني اصلا الفانكشن مع بعض انت كده كده سواء بتشيل كده او كده بتبقى ايه هي دي لو عندك سيرت ولود بقى كده فاكن الديستريبيوشن هنا معمول عامل ازاي ماكس مكان ايه وزيرو كده وزيرو كده خدت اول زيرو منين عند ار ايكوال زيرو ده دي مش نقطتين ها النقطة واحدة اللي هي ايه ار ايكوال زيرو يعني النقطة دي هي نفس النقطة هي نفس النقطة دي خلت ده مش ديستريبيوشن مع اكس الديستريبيوشن بيلف مع ار يعني ايه يعني لا هي نقطة على ديستنس ار لو انت واقف كده ده كده يبقى هنا برضه نفس القصة وهنا نفس القصة يعني اصل لو جينا نعملها فيجواليزيشن حاجة زي دي مثلا اللي هي عاملة أخرى ونص اللي هي عاملة كده دي تترسم ازاي؟ أكن الإلكتريك فيل في النص تمام قوي جدا وبعدين بيقلب هنا يبقى زيرو وبعدين هي الإشارة بينزل هناك بعكس الاتجاه بس أقل شوية خلاص فاهمين ولا ايه؟ يعني هي مش حاجه تتغير مع اكس لا دي حاجه مع بعض الار ده اللي هو الريدس اللي هو المسافه من هنا لهنا ودي مش نقطه واحده دي كذا نقطه ايه؟ دي على فكره هنا ايه؟ بعد الديستنس ليه بعد اول زين؟ انا بقول لك لو احنا واخدين المده المده اسمه ايه؟ ده كده اسمه ايه المده؟ المود ده احنا بناخد الزيرو صح؟ مين اللي بناخد الزيرو اللي هو التي ام خلاص؟ احنا كده خدنا كام زيرو؟ 2 زيرو والنوع البيس دي جي نون فالمود ده تي ام 0 2 خلاص كده؟ فالمود تي ام 0 2 شكله بيبقى عامل كده يعني في النص الالكتريك فيلد يبقى قوي بعدين عند مسافه معينه تلاقي ايه؟ بقى زيرو وبعد كده يقلب الشرطه وبقت الفاليو قل خلاص كده؟ زي لا خليها دي كمان شويه يعني عشان بس ايه تعالى نحل مسائل وما كان في مساله فيها ايه انوريشن او فيها حاجه زي الباور بوست الكلام ده يبقى نعملها اهو طبعا برضه زي الريكتانجلر ويف دلوقتي في معادلات بتجيب لك الكونفيرس كومبوننت بدلاله الانتجر كومبوننت يعني بتجيب اي ار واي سي واتش ار واتش سي از فانكشن اوف اي زد واتش سي خلاص كده طبعا دي تبقى لها علاقه بالريفرنس بالنسبه لاكس لا بالنسبه لار والثانيه بالنسبه لسي خلاص كده طبعا الشيت بلس عشان تبقوا عارفين انا عندي اربع مسائل من الاربع مسائل التانيين عمال يعيد ويزيد عمال يعيد ويزيد هي الشيت عباره عن ثلاث مسائل بس او مسالتين بقيه المسائل هي بتتكرر خلاص كده فهناخد اول مساله هي الجزء ده طبعا دي رقم ثلاثه الجزء رقم ممكن اخليه 0.3 ودي
الجيجا بت ار خلاص كده. فانت لو عملت القصه دي ايه ده عموما؟ انت معاك اكس 1 اللي هو كام؟ اكس 1 بار اللي هو 1.8. فمن هنا تعرف تحسب الريديوس هيطلع هيطلع ريديوس 2.7 سنتيمتر خلاص كده. طيب تاني حاجه بيقول لك ايه النكست كات فريكونسي؟ هيبقى من اول حاجه الجدول ده يبقى 0.1 هو ده صح؟ اللي هو كي ام 0 ام 0.1 خلاص. النكست مود هيبقى تي ام 0.1 اللي هي كي سي بتاعها كام؟ هتبقى هي اكس ام ان اللي هي 2.4 على الريجز اللي احنا جبناه تطلع تاني. ازاي اجيب منها كي سي؟ او اف سي. اجيب الفي كول منها ازاي؟ اسويها 5 اف سي على سي واجيب من هنا الاف سي ناقص ايكوال 4.17. طبعا خد بالك الفرق بين ده والريكتانجل ويف جايد كان الريكتانجل ويف جايد كان الستيبل باند بيبقى منين؟ من اف لايه؟ ل 2 اف لو احنا كسبنا الباند اللي تحت خلاص، لان هي كانت سي على ايه والثانيه سي على 2 ايه، فكان دي ضعف دي. انما هنا الفرق ما بينهم الريشيو دي حاجه ثابته انها بتعتمد على الريشيو بتاعت الايه؟ البيسك فانكشن خلاص. فدايما هتلاقي الريشيو ما بين دي ودي هو الريشيو ما بين ايه؟ ما بين 2.4 و 1.8 اللي هو مش حاجه كبيره قوي يعني مش 2 مش ضعف خلاص، حاجه اقل من ضعف 1.5. نعم ما بين الفريكونسي بتاعت الدومينت مود اللي هي الدبل بتاعت النكست مود. ايه هتتغير والشيء هتتغير؟ هي هتتغير والشيء هتتغير بس الاف سي هتفضل ايه؟ خلاص؟ دي هتبقى زي كده. خلاص كده؟ ده منطقي ليه منطقي؟ عشان قلنا الريشيو ما بينهم بيعتمد على ايه؟ الريشيو ما بين اس سي واف سي يعتمد على الريشيو ما بين ده ما بيعتمدش على الريشيو. خلاص كده؟ لان كده كده سي هتقيم منين؟ من هنا ومن هنا. خلاص كده؟ في مشكلة في المسألة دي؟ في مشكلة في المسألة دي؟ ام او اكس ام ام بار
دي مش على دي اوت ها على ايه على ايه في نفس الوقت بتساوي ايه 2 باي سي على سي فده معناه كده تكون دي اكس ام ان او اكس ام ان بار سي سي على 2 باي خلاص كده طبعا في على ايه على 2 باي صح كده ماشي على 2 باي احنا دلوقتي هنا في الاف سي دي هنجيبها بس هنحط الاكس ام ان كده يعني ممكن نكتب الاكس ام ان بار فالاكس ام ان بار هتبقى هنا 1.8 فتحسب الاف سي لو انت حسبتها بالقانون ده تبقى ايه؟ طب انا هنعمل كده احسن من ده بعد ان اول مود هيمشي اللي هو ايه في اي 1 1 اكس ام ان بوك بتاع 1.8 فحسبت الاف سي بتاعتها بتطلع 5.86 جيجا. حد يقدر يقول المود اللي بعده؟ تي ام 0 يبقى تي ام 0 اكس ام بتاع الاكس بتاعتها كام؟ 2.4 فحسبت منها الطاقه فريكونس هتطلع 7.6 جيجا. اللي بعده تي ايه 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 2-1 تي ايه 2-1 2-1 2-1 تي ايه 2-1 الاكس بتاعته 3.25 فحسبت منه الطاقة فريكونسي 9.7 جيجا. اللي بعده تي ايه وتي ام 0-1 الاثنين بقى في نفس الوقت صح اللي هو ده اللي هو ايه؟ هي مرة ده فهيبقى تي دي 1 او تي ام 1 خلاص الاكس بتاعها 2.8 لو خدت الفيشن هتلاقيها 1.197 هكمل ولا خلاص ده مش هيعمل فاريشن ده او ده فاكيد الفيشن اللي هي ب 10 جيجا هتمشي كام مود؟ 3 في مود او في مود اللي هو تي 1 1 تي ام 0 1 تي خلاص كده حاجه مش واضحه حاجه مش واضحه طيب نفس المساله كمان هو مش مهندس في لازم ان انا اطلع كل مع بعض بس لا معلش ده كنت ماشي مو بس عشان ما يعملش ديستورشن ده طيب المساله دي كام الفيجنز دي تحاولوا تركزوا معايا Thank you.
طيب دي بالظبط عامله زي مساله التاجر الجاي اللي هو بيقول لك هات كل في مونز للدومينت مون اللي هو كان تي جي 1 بس المره دي احنا عايزين نجيب الاي والاتش الجنرال اللي ينفعوا ايه؟ اللي ينفعوا للدومينت مون هنا السيبت الريف جاي اللي هو اسمه ايه؟ تي جي 1 خلاص انا هبدا زي ما بدات في التاجر الريف جاي هعمل ايه؟ انا معايا ريم معايا ريم هعرف اجيب الكي سي بكام دي اول حاجه ده حاجه ده تي اي فانا عارف مين اللي بيزيد ومين اللي مش بيزيد فاجيب زد كومبوننت وبعد كده استعمل المقاطع مع ده دول فاجيب باقي الكومبوننت خلاص كده فهنبدا اول حاجه انا عارف تي 1 0 تي 1 1 انا عارف مين اللي اي زد ايكوال 0 واتش زد ايكوال ايه المعادله جنرال باتش نو جنرال بعدين جنرال ده جنرال اه كيسي كيسي اللي هي بكام؟ جي 1 اللي هي 1.8 على ايه؟ هو احنا مش شغالين ام 1 جي 1 اه سوري جي 1 جي 1 1.8 على ايه؟ مضروبه اه ممكن اسمي ده اسيبه كيسي زي ما هو صح؟ ايه بقى؟ Yeah.
clear the clear minus H node V1 كده.
وبعد كده الستيت هنبتدي منين؟ من 0 لحد 2 طبعا انت عندك هنا كوزاين ثيتا وساين ثيتا فاي حساب كوزاين او ساين لما تعملهم سكوير يدي لك ايه؟ انتجريت من 0 ل 2 باي يدي لك نص خلاص بس تضرب في 2 باي فكانها ايه؟ كانها باي خلاص وبالتالي باور لوس بار بار روت على 2 باي 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 في ايه يعني؟ اتش نوت ثيتا سكوير بلس اتش نوت زد سكوير اتش نوت ثيتا اللي هو الحته دي كلها بس هنحط الار دي بكام؟ هنحط الار دي بايه؟ خلاص؟ طبعا لو حطيت الار هنا بايه هتكون فين؟ طبعا هنحط هنا الار بايه فده مش هيبقى ثيتا عشان ده هيتكسر واحنا اصلا الزين اللي هو الار بايه بيخلي الدريفت بوينت فده مش بزيرو ما ينفعش افتكر ده لان الار ده الكيس اللي احنا حاطينها دي بتخلي الدريفت بوينت بس كده في حاجه مش واضحه؟ طيب انا كنت اخد مساله عميقه كده ساكن بس كده متين بس كده الحمد لله بالظبط
حتى لما تبقى بنزة بقى عامل حرف الدوبلين والسكيور ده هو مطلوب عايز اكبير الرينجز ده بحيث يبقى ايه؟ بحيث الاثنين يبقوا لهم نفس الدون بتكون طبعا انت عارف الدون بتكون في التانك الويف جايز بتبقى ايه؟ بس تيجي على 2 8 والسيركل الويف جايز نجيب ريليشن هتبقى سي على 2 باي ار 8 1.8 صح فكان السي هتطير السي فكان الار 8 2 هتطير السي فكان الار 8 ايكوال اي صح باي على ايه باي على 1.8 على باي لو جيت حسبت الار 8 هتطلع 1.3 هم بالك ان الليل كام؟ 2.286 و بي 1.2 يعني لو عايز تخيلها شكلها عامل ازاي بحيث ان الليل نفس الجمل تكون هتجيب لي ده ايه؟ واحد اثنين و بي واحد بس سيرك الويب دايت الارض بتاعتها او الدايره عايزين نجيب الدايره بقى يبقى قد ايه؟ هيبقى الدايمتر 2.6 خلاص اللي هي حاجه عامله ازاي؟ اللي هي حاجه اكبر هتلاقي بقى يحصل جراديشن زيرو بقى عشان ده تي ام وده تي اي مش ده تي ام اللي بيمشي في ال لا مش عايزينه بس الاولاني برضه كان تي ام تقريبا لا تي اي شكرا